أكد وزير الموارد المائية رزقي براكي أن مناطق الظل سيتم التكفل بها وتلبية كل حاجياتها من ناحيات المياه الشروب وكذا مياه الصرف الصحي. الوزير براكي وفي الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية بومرداس شدد على أن معظم المشاريع في قطاعه توقفت وطنيا بسبب فيروس كورونا، كاشفا أن استئنافها سيكون بحسب الأولويات وطلبات المواطن. مناطق الظل يتم التكفل بها فيما يخص المياه، خصوصا المياه تطهير المياه او المياه الصالحه للشرب. وحنا راح نديروا برنامج مع الولايه باش يكون اقصر اجل اخر السنه او بدايه السنه المقبله ان شاء الله. طالب حوالي 1.8 مليار، يعني عندنا كميه تكفينا لهذه السنه وممكن السنه المقبله. وعندنا ثاني المياه الجوفيه اللي تكون المورد الاساسي لتلبيه الحاجيات. حسب الوكاله الوطنيه للموارد المائيه، الموارد الجوفيه ما تاثرتش، يعني عندنا الكميات اللي تكفينا لتلبيه كل الحاجيات بما فيها حاجيات الفلاح. يعني هذه الازمه الصحيه اللي عشناها واللي عشناها على مستوى العالم اثرت على المشاريع، معظم المشاريع توقفت يعني احتياطا باش ما يكونش هناك انتشار الوباء. لكن قررنا فيما يخص المشاريع الاستعجاليه واللي عندها تاثر على المواطن سنعد ريديناميزي بالخصوص في هذه الولايه. هذه الولايه هناك مشاريع اللي راح تاثر بطريقه مباشره على المياه الصالحه للشرب على الخدمه العموميه للمواطن. يعني اتفقنا باش نعاودوا نحركوهم هذه المشاريع وزعما يعاودوا ينطلقوا في الميدان.